السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه القناة، قناة المغاربة. اليوم نهضروا واحد الموضوع اللي كيهمني، هو الموضوع اللي ما بين المشاكل اللي ما بين المغرب والجزائر. درت ديجا فيديوهات كنتكلم غير على المغرب، وكي كنرجع نتفرج في هذه الفيديوهات ديالي كنشوف كندير شوية الغلط بالعربية و ولا نقول لكم بعدا سمحوا لي الا كنت كندير شي غلط. راه انا يعني ماشي سهله باش بنادم يشد الكاميرا ويهضر، يعني يبقى عاقل على داكشي كاع اللي عنده في راسو يقولوا، راه ماشي سهله، وان شاء الله بشويه بشويه بنادم يتعلم ويعني يبقى يحسن الخدمه ديالو بشويه بشويه، ان شاء الله فيديوهات يكونوا احسن. هذا الموضوع ديال المغرب والجزائر مهم. علاش مهم؟ مهم لان احنا جيران، يعني انا مغربي، وهذا الفيديو غنرسله ماشي غير المغاربه، نرسله المغاربه والجزائريين اللي غادي يتفرجوا فيها، وان شاء الله يكونوا بزاف، وان شاء الله يفهموا هادشي اللي باغي نوصل. خصنا نعرفوا واحد الحاجه، المغرب والجزائر بجوج بهم عندهم المشاكل ديالهم، وبجوج بهم الدوله ضعاف بزاف. يعني ما نكذبوش على راسنا، المغرب والجزائر ماشي دول متقدمين، وبجوج بهم عندهم لي بوين لي ديفو ديالهم والكاليتي ديالهم، والكاليتي ماشي بزاف ما نكذبوش على راسنا. والدليل هما خوتنا اللي كيحرقوا البحار، اللي هاربين هاربين. كتجبر واحد عايش في بلادو هارب، باش علاش هارب؟ هو ما كارهش يجلس في الجزائر ولا في المغرب ويخدم حدا والديه، ما كارهش، ولكن هو كتجبره بنادم يهرب باش يجي لفرنسا ويجي لاوروبا ويجي فين ما كاين شي بلاد يمشي لها، خصو غير ما يجلسش في داك البلاد. علاش؟ داك البلاد كتجبر فيها الظلم وما فيهاش الحقوق وفيها الحقره. والهضره طويله، حنا ان شاء الله اليوم نهضروا على المغرب والجزائر. وعلاش يعني، واخا درت لكم لا مينياتور بانك تشوفوا الملك محمد السادس وحداه الرئيس الجزائر، وانا غير باش نجبد يعني بنادم باش يتفرج عليا، ولكن الهدف ديالي ماشي باش نوض النار. علاش؟ حنا مسلمين، حنا خصنا نديروا اليد في اليد. والدليل غادي نقول لكم، الدليل للمستقبل ديال المغرب والمستقبل ديال الجزائر معلق بيناتنا. كيفاش؟ المغرب الا ما دارش اليد في اليد مع الجزائر اون بريوريتي، اوليه اول دوله اللي خص المغرب يتفق معاه ويدير اتفاقيه معاه هي الجزائر. علاش؟ هما الجيران ديالنا، عندنا حدود معاهم، وعندنا نفس الشعب ونفس التقاليد ونفس الكليما، وعندنا بزاف 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 ديال الحوايج متشابهين ما بين المغرب والجزائر. يعني من غير الاسلام، حنا نحيدوا كاع الاسلام من الهضره، من غير الاسلام المغرب عنده الربح يدير الجزائر بحال نقولوا، يدير الجزائر بحال نقولوا يتقرب على الجزائر ويدير معها اتفاقيه، عندنا الربح. والجزائر كذلك عندها الربح تقرب على المغرب ونديروا اتفاقيه ونكمروا بهذه الحرب البارده، نكملوا بهذه الحرب البارده اللي المغرب كيضيع فيه الفلوس بزاف، والجزائر كتضيع فيها الوقت والفلوس بزاف، وداك الفلوس اللي كنضيعوا في الجنود وداك الفلوس اللي كنضيعوا في السلاح نعطيوها للشعب ونبنوا بها سبيطارات ونبنوا بها التعليم اكسيتيرا اكسيتيرا. ويعني بلادنا خصو يخدم بعقله، واش هاد وشنو زعما هادشي، زعما هاد المشاكل ديال الصحراء وهاد المشاكل اللي كاين كاع، واش هاد العصر 2021 ولينا مازالين كنهضروا على التمر، كنهضروا على التسمر، شكون اللي يدي التسمر، شكون اللي يدي الفيكيك، شكون اللي يدي بشار، بشار ديال من؟ هذاك الشيء راه ديال شحال هادي، خصنا نخليوه ما نبقاوش نهضروا عليه. راه الا بقينا هكا راه غادي يدوز 300 400 500 600 سنه وحنا نبقاو نهضروا على هذا الموضوع، نبقاو بلاصتنا كندوروا في الرومبوان وما نلقاوش منين نخرجوا، نبقاو ندوروا، الناس مشاو غادوا وحنا نبقاو ندوروا، وخوتنا يموتوا في البحار، خوتنا يموتوا في البحر، وحنا مازالين كنهضروا على فيكيك وعلى تندوف وديال من وشكون اللي كان كيحكم وديال من هذاك الشجرة. يعني هذاك انت باغي تبني الاقتصاد، الاقتصاد الدولة ما غاديش تبنى على التمر وعلى فيكيك وعلى البوليزاريو، الاقتصاد كيتبنى على القانون، والاقتصاد كيتبنى على 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 اتفاقيات ديال الدول. يعني حنا خصنا نفتحوا عينانا، واش هادشي زعما حنا مكلخين حتى لهاد الدرجة ولا ولينا مكلخين حتى لهاد الدرجة؟ وهذه الرسالة لخوتي المغاربة والخوتي الجزائرية. وانا كنقول خوتي
كيفاش خوتي، خوتي في الدين بعدا، ومن غير الدين خوتي في خوتي في الوطن وخوتي في المنطقه. رانا حنا كاملين امازيغ، وحنا كاملين من شمال افريقيا، وحنا جينا من جد واحد وكنهضروا لهجه واحده، وكاملين بينا عندنا التقاليد الاندلسي. يعني تقريبا الا حطيتي الجزائري في المغرب راه ما عندوش المشكل باش يعيش، غادي يبقى يومين نهار صافي يشد بلاصتو، ما كاينش. لا كتجبر الدول ما كيتشابهوش، كما مثلا فرنسا ألمانيا لا علاقه، كتجبرهم لا في اللغه لا في التقاليد ما بين فرنسا والمانيا، وكتجبرهم دارين اتفاقيه. وكاين وعلاش ايسون براغماتيك، ايسون براغماتيك، سمحوا لي ما عنديش نقدرش نترجم هذه الكلمه. ايسون براغماتيك شنو كتعني كبراغماتيك؟ براغماتيك هي كيسبق كيسبق الربح ديالو قبل الشخص ديالو. يعني اول حاجه اللي خصنا نشوفوا حنا المغاربه شكون اللي كيخرجنا، فاش غادي نربحوا. حنا ما غاديش نربحوا بالعرجه في جيج، شنو غادي نديروا بداك العرجه في جيج؟ جوج دريال. علاش ما نفتحوش الحدود مع الجزائر هما يفتحوا معنا؟ انا ما نقول لكمش المغرب غلط ولا الجزائر غلطه ولا العسكر ولا الملك، انا ما نهضر لكمش على داك الموضوع. هذاك كلشي كيفوت، كلشي كيفوت، خصنا غير بلادنا خصو غير يبغيها. علاش ما نفتحوش الحدود ونديروا منطقة اقتصادية ما بين المغرب والجزائر معفية على الضرائب، ونجيبوا شركات ونحطوهم في إقليم وجدة، إقليم تلمسان، وندخلوا الدولارات، ندخلوا الدوفيز، وداك الدوفيز نديروه في الاقتصاد ديالنا، ونزيدوا البلاد القدام. وداك الخضره سيدي اللي كان بيعنا الانجليز والروس نبيعوا لخوتي الجزائريه، والجزائر داك الشيء اللي كينصبوا عليهم طوطال فرنسا يبيعوا لنا حنا، ونطلعوا ونديروا الفلوس ونتهلاو في الشعب ديالنا. وما الا حنا نقول لكم دابا، انا ما الا بقينا تابعين، الا الدوله بقات تابعه في جيج والبوليزاريو، والجزائر حتى هي ما تبقاش تحبس بالتخربيق ديالها، راه ما كاين والو، ما كاين والو. انا ما غاديش نقول لكم الخطر ديال الميريكان ولا خطر ديال الروس ولا ديال فرنسا، هما فرنسا والروس ما عندهمش الذنب. علاش ما عندهمش الذنب؟ واخا هما اللي كيديروا هاد السوسه، هما كيدافعوا على الشعب ديالهم، عارفينها هاد الشيء. هما ديك المشاكل اللي وقع ما بين المغرب والجزائر، هما كياكلوا بها طرف الخبز، كياكلوا بها طرف الخبز، كينصبوا علينا. الا ما كانش ما بين المشكل ما بين المغرب والجزائر، شكون اللي يشري اللي ما عندهم السلاح؟ يبقى يديروا كيديروا بينا ما بغاو. ها هو دابا اليوم الرئيس ديال الجزائر مشى لاسبانيا، غدا الملك ديالنا يمشي لبلاصه اخرى، يعني كينصبوا علينا. علاش هما بغيتي يدخلك في خيط ابيض؟ هو ما عندوش ربح يدخل في خيط ابيض، ما عنده لا ذنب لا والو. علاش كيدافع على الشعب ديالو؟ هو ما على هو اش دخلوا في الشعب المغربي؟ القاوري اش دخلوا في الشعب المغربي؟ بغيتي القاوري يجي يخدم عليك؟ حنا خصنا حنا المغاربه والجزائريه اللي نفهموا هذه القضيه هذه. هاد 2021 ما بقاش داك الوقت ديال القبائل والدواور، راه المغرب راه غير دوار، المغرب راه غير دوار قدام الصين، راه المغرب دوار، والجزائر واخا كبيره حتى هي راه غير دوار. راه الا بلا هاد 2021 بلا اتفاقيه ديال الدول، راه ما نقدروش نزيدوا القدام. راه المغرب كيدير بي اي بي، الدخول ديال المغرب كاع فلوس كاع اللي كتدخل المغرب في عام ما كدير حتى مدينه في فرنسا ولا في الانجليز ولا. كي بغيتي انت دير باش تنافس الهند وتنافس البرازيل وتنافس الصين؟ ولا نبقاو ديما حنا راضيين نكونوا التاليين، نبقاو هكا مزيانين نرضاو، يعني حنا راضيين التاليين، معليش كندخلوا 150 مليار ديال بي اي بي في العام، حدانا غير لندن كتدخل 600 مليار، غير برلين كتدخل حتى هي 500 ولا 600 مليار في العام ولا 700، اسمحوا لي ما عنديش ابوبخي. يعني خصنا نعطيو نطلعوا هاد السؤال على راسنا ونجاوبوه، شنو بغينا؟ واش بغينا هاد الحرب البارد يبقى هكا، ولا خصنا نفكوا هاد المشاكل؟ خصنا نفكوا، انا اللي كنقول خصنا نفكوا هاد المشاكل، خصنا نفكوا هاد المشاكل، وكل واحد يسمح شي شويه في حقه. الا بلادم الا ما سمحش في حقه راه غادي تبقى كيما وقع مثلا المشكل مع جوج ديال شخصين هكا، توقع بيناتهم مشكل. الا كل واحد بقى في بلاصتو حتى واحد ما بغى يسمح في حقه، راه غادي تنوض ما عمرها ما غادي غادي تصالحوا، بقاو ديما في المشاكل. والمشاكل شكون اللي كيربح فيها؟ كيربح فيها المحامي والقاضي، هما اللي كيربحوا فيها. وفات القصة ديالنا المحامي والقاضي هما أوروبيين وميريكان، وهما لا ذنب عليهم، علاش كيدافعوا على الشعب ديالنا؟ فوالا بارك الله فيكم. أنا الصراحة ما كيعجبنيش ندير هاد الفيديوهات على المغرب والجزائر، ما كيعجبنيش، هو موضوع يعني ما كنستافدوا منه والو.
الشعب الشباب المغربي، الشباب المغربي راه كيدور الخدمة باش يدير المستقبل ديالو، راه كيدوروا لطرف الخبز ما ياكلو، كيدوروا بنو ديورهم شريو طوموبيل يسافروا. احنا دينا في جيجو رجعونا داك العرجة داك الارض، احنا جرينا على البوليزاريو، شنو غادي الفاسي ولا الطنجاوي ولا شنو غادي الناضوري ولا شنو غادي يربح؟ ما غادي يربح والو، غادي نبقاو بلاصتنا. عندكم تكونوا غالطين، قال لك ميزانيه كتمشي للصحراء، شحال كتمشي للصحراء؟ شحال قسمه على 20 مليون ديال الخلق، شحال كتجي؟ 100 درهم لواحد. وهاد العنا مغربي نفس الشيء، الجزائر الجزائريه نفس الشيء. خصنا نفكروا مزيان على هذا الموضوع هذا، وهذوك بلادنا كنبغيوهم، نبغيو لهم الخير. يلا بارك الله فيكم. هاد الفيديو زعما بغيت نديرهم شحال هادي وما حصل، سمحوا لي بزاف الا كنت كندير الغلط بالعربيه. وان شاء الله نرجعوا مع فيديوهات اخرين اللي نهضروا على الوطن المغربي وعلى الشباب المغاربه، ونهضروا على الحراقه، ونزيدوا نهضروا كاع على هاد المواضيع اللي كيحرقوا في القلب اللي كيعيشوهم المغاربه. بارك الله فيكم، سلام عليكم.